يسعدني ويشرفني أن ألتقي بسعادة اللواء عبد القدوس العبيدلي وما نعرفه عن القلب النابض بالمشاعر والإنسانية عن سعادتكم. كيف تقرأ هذه المبادرة الليلة وما هي تطلعاتكم اتجاه المسلمين الجدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. يمكن هذه المبادرة اللي أطلقوها الأخوة في الإدارة العامة للريادة والتميز يمكن فيها ريادة كذلك. يعني أنا اليوم المشاعر اللي حسيت فيها من خلال ما طرحوه الأخوة المسلمين الجدد وكيفية إسلام بعضهم وحقيقة إشهار إسلامهم في دولة الإمارات، واليوم كذلك يعني يمكن حسينا بنوع من المحبة أكثر ومن الغبطة أكثر أن في واحد منهم أعلن إسلامه أمامنا، ومشاركتهم في أو مشاركتهم هم لنا في مناسباتنا هذا شيء احنا نفخر فيه. هذا دولة الإمارات العربية المتحدة بدءا من المرحوم الشيخ زايد رحمة الله عليه إلى قادتنا الحاليين غرسوا فينا هذا الشيء، غرسوا في كل المسؤولين في الدولة محبة الناس. هذه ليست بالشكل البسيط، استيعاب الناس، التسامح مع الناس، هذا كله لازم يكون هناك في أخلاقيات كثيرة بنيت عليها أسس زرعوها فينا القادة. يمكن حقيقة المجتمع كلحمة كاملة من مواطنين ومقيمين فيه نتج عنا هذا التسامح اللي موجود، هذه المحبة الموجودة، وبالتالي زيادة عدد المسلمين من خلال ما يمثلون من مجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما سمعنا عنه اليوم بشكل شهري أكثر من 200 مسلم، هذا شيء نفخر فيه كلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، مبادراتكم في عام زايد الخير بعد المسلمين الجدد؟ والله ما تحضرني هاي المبادرات، لكن لأن العديد منها ما تحضرني فيها الآن بالضبط يعني. طيب خلي. هم المسلمين الجدد متى يوجب عليهم أنهم هم يتفاعلون مع المسلمين قبل ما يدخلون دين الإسلام؟ شوفي هذا هو في البداية لازم تأهل البيئة الصح لهم، وبالتالي دولة الإمارات من خلال الأعداد اللي تدخل أعتقد أن البيئة مهيئة مثل ما قلنا، يعني بيئة هيئها القادة التعايش والتسامح في هذه البيئة الحسنة. نعم، المعاملة الحسنة، يرون أمامهم كيف نعطف على الناس، كيف نتعامل وياهم، كيف ما نفرق فيما بيننا وبينهم، في عمل، في تكريم، في تحفيز، في معاملة، في نظام، في قانون، هذا كله عندنا سواسية، وبالتالي هم رأوه بأم عينهم. لكن بعد المسألة الثانية الأخرى تقع على عاتق الجهات المعنية في دولة الإمارات بالنسبة للإسلام، خاصة الجمعيات ووزارة الأوقاف والمؤسسات اللي موجودة في تدعيم فيما بعد الإشهار الإسلام، لأن هاي المنطقة فيما بعد إشهارها تكون ضعيفة جدا. نعم. فيجب أن يقوم الجميع فيها لتقويتها ولمساندتهم ولتعريفهم أكثر بالإسلام، وبالتالي ننشئ مجتمع مسلم متجانس مثل ما شفتوا عندنا من عدة جنسيات على مستوى العالم. من الجنسيات كانوا موجودين معنا؟ كولومبيا عندنا الشخص هذا الآخر، عدة جنسيات والله ما تحضرني. هل هم يعني أتوا الإمارات؟ هم متعايشين، لا عايشين في الإمارات، متعايشين في الإمارات مقيمين، وبالتالي شافوا المعاملة هاي وهذا أدى إلى أنهم يعني يسلمون. نعم. لفت نظرنا اليوم أحد الأخوة من المسلمين الجدد قال إحنا أخذنا فكرة عن الإسلام غلط، أنه دين إرهاب ودين 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 وإلى آخره. هل هناك تقصير من الإعلام على الجانب المشرق والمضيء والصحيح لدين الإسلام؟ كل قنوات موجودة في الدولة من خلال الأجهزة المعنية اللي هي معنية فيها وزارة الأوقاف والجهات اللي تحت تنضوي على تحت وزارة الأوقاف، وعندهم مبادرات مرخصة في هذا الشأن، وبالتالي يعني يمكن أنا أقول طريقة تعايش المجتمع فيما بينهم كناس في دولة الإمارات أدى إلى هذا أكثر من أن هناك برامج، لأن المجتمع هو اللي خلق فيهم هذا النوع من أن يحسون بالتسامح، يحسون بالمساواة، يحسون بالعدالة، يحسون أن المسلم هذا شو له في دولة الإمارات وشو عليه، وبالتالي هذا يعني خلق هذه البيئة الخاصة
ان الانسان يسلم هذه البيئه تحتاج الى بنيان، وهذا ما بناه زايد وما بناه الشيخ خليفه وما بناه الشيخ محمد بن راشد وما بناه الشيخ محمد بن زايد والحكام الاخرين. فاذا هذا ناتج عمل مجتمعي كبير. هناك اسئله متداوله من الجمهور ان هناك مسلمين جدد يدخلون الإسلام وهم في السجون، ويقولون هؤلاء دخلوا الإسلام لغرض معين لإخراجهم من السجن أو لتخفيف العقوبات، فماذا تقول في هذا الموضوع؟ لا، هو مب هذا الغرض بتاتا، لأن مب بس النظام من أسلم خلاص أخرج، لكن العملية بعد كذلك ترجع إلى بيئة العمل اللي موجودة في السجون، معاملة الناس، المساواة، ما مجهز لهم في بيئة العمل. يعني احنا نفخر ان عندنا المؤسسات العقابية في دولة الامارات العربية ككل وفي دبي خاصة يشاد فيها حول العالم بان هذا السجن 5 ستار، يطلقون عليه 5 ستار، ولهالسبب هم يرون هذه المعاملة من قبل الجهات الامنية وادوات توفر لهم من انك تسبون مهارات ويخرجون بالتالي إلى مجتمعهم سواء كان داخل الإمارات أو خارجه. ناس مؤهل لهم كل شيء، فيحس لا يحس بالتسامح بالتعاطف بمعاملته الحسنة، وبالتالي يدخل الإسلام، وليس القصد منه أنه يطلع إلى آخره أبدا، ما يعني ما بهذا القصد، وإنما القصد تهيئة بيئة العمل اللي منه في المؤسسات العقابية، وبالتالي هذا ينعكس كذلك على ان الناس اللي موجودين فيه منهم هؤلاء يشرون الاسلام ويشوفوا المعامله. يعني سعادة اللواء اليوم نحن نوضح للناس ان اللي يدخلون الاسلام في مراكز الشرطه لا يخفف عنهم العقوبه. ليس الهدف هذا الاساسي. نعم. 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 طيب كلمه شكر انت حابب تقولها او تهديها؟ والله انا اليوم يعني سعيد جدا اني انا اشارك في هذه الفرحه. يمكن احنا مناسبة الافطار هذه تجمعنا في ما بيننا في عدة مناسبات، لكن اليوم حسيت فيها مع المسلمين الجدد، حسينا ان احنا في هذه المؤسسة الشرطية ختمنا فيها شهر رمضان بهذه المناسبة وبهذا الاحتفال فيهم، وكذلك يعني اشهار شخص مسلم جديد، اشهار امام نو في نادي ضباط الشرطة، هذا يعني إنجاز كبير نعتبره للمؤسسة الشرطية في دبي. وفي الحقيقة يعني هذا كله اللي تكلمنا عنه وما شاهدناه من إقبال من المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة في الاحتفاء بهؤلاء المسلمين الجدد له دليل على أن بيئة العمل التي وفرها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبل وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لهو دليل آخر على ما يلي قياداتنا من اهتمام بالغ ببيئة العمل المسلمة، وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. آمين يا رب. شكرا يا رب. الله يحييك. شكرا جزيلا.